وعليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة هنتكلم عن موضوع أجل حاجة عن إنه كان بيستهويني كتير وإحنا صغير، اللي هو موضوع الكائنات الفضائية. هل أصلا في كائنات فضائية ولا لا؟ الحاجة تكلم عنها ناس كتار، وبنحضر أفلام كتير عن إنه يا أخي في كائن فضائي جا، وما عارف في طبق فضائي كان حايم في الحتة الفلانية، وما عارف القنوات ما شاء الله مكسرة، مكسرة الدنيا بالحياة دي. لكن إذا جينا تكلمنا علميا عن الحاجة دي، بنلاقي إنه الحاجة دي أصلا بدأت في الـ70ات، بحيث إنه زمان كان في الشوارع كان في ناس بيسرقوا العلب بتاعت القمامة اللي هو البنز الصغير دي. ففي ذول قام كتب أو رسم كاريكاتير عن إنه يا أخي اللي بيسرق القمامة دي هو عبارة عن كائنات فضائية. ومن النقطة ديكي بدأت الموضوع بتاع الكائنات الفضائية والإليانس والمسلسلات والأفلام والحاجات دي كلها. بعد ذاك العلماء لما استلموا الموضوع ده، فقاموا قالوا خلاص خلينا نبدأ بحاجات علمية. لقوا إنه في طريقتين عشان تعرف إنه هل في كائنات فضائية أصلا ولا لا. الطريقة الأولى اللي هو من خلال التكنولوجيا، فهم بيقوموا بيفتشوا في أي حاجة تكنولوجية ما ممكن تكون من ضمن الحياة الطبيعية في العالم أو في الفضاء. فبدأوا يبحثوا في مثلا الإشارات الراديو شغل الحياة. في يوم من الأيام قام لقوا إشارة بتيجي ماشية دوم دوب 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 دوب، فقاموا قالوا خلاص يس نحن لقينا الحياة دي. قالوا إنه الحياة دي ممكن تكون منتجة بواسطة الطبيعة. فبدأوا يبحثوا، في النهاية لقوا إنه هو منتج بواسطة الطبيعة. لقوا إنه عبارة عن نجم، النجم كان في جذر في أيامه الأخيرة، فكان هو حرفيا بيموت أو بينكشح في واحد تاني، المهم تحصل حاجة مع بعض. فهو طلع الموجات دي. فدي الحاجة الأولية اللي هو بيبحثوا في الموضوع بتاع التكنولوجيا، اللي هو إنه حاجة جديدة ما كانت فيه. الحاجة التانية اللي هو بيسموها البايو سيجنتشر أو البصمة الحيوية. فأول حاجة كانت عملت بأول بحث في الحياة دي كانت بواسطة ناسا، كانوا يتكلموا أيوة كان رسلوا مكوك للمريخ. في المريخ قاموا فتشوا على العينة دي، لقوا إنه في عينة كانت قالت إنه يا أخي فعلا في كائنات فضائية، وفي واحدة تانية قالت لا ما في كائنات فضائية. في ستيل النسبة كانت 50-50، فما قدروا يحددوا حتى الآن هل في كائنات فضائية في المريخ ولا ما كان في كائنات فضائية. فهم حسي هيعملوا في 2020 2020 هيعملوا رحلة تانية للفضاء، مرضي باستخدام حاجات تانية جديدة. إنه كان في حاجات كثيرة أو أسامشن كثيرة احنا كنا خدناها في راسنا لما كنا رسلنا النازل أو رسلنا الروبوت ده للمريخ، المرة دي هتكون في حاجات مختلفة. الحاجة المهمة التانية إنه في نظرية ممكن تكون هي popular شديد في الـ وسط العلماء، إنه بيقولوا إنه العالم أو الأرض إذا جينا خطيناها في السكال بتاع العالم كله أو الفضاء كله هي جديدة. يعني هي في إذا كان ده كل العالم الأرض بدأت هنا، ففي احتمال إنه هنا يكون في كائنات بدأت من البداية وبدأت تقوم شنو بدأت تتطور 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 تتطور، بحيث هي هتكون كائنات أذكى مننا أو أذكى من الإنسان. فهي بتجي خشت الكرة الأرضية عين اللي هي والله الناس دي لسه أغبياء وقامت خلتنا وفاتهم. زي شنو؟ زي تنين تجي ماشي وتلقى مثلا كومة بتاعت نمل في الوطن يوم قدام البيت، دي كائنات لكن انت ما تقدر تتعامل معاهم، هم لسه ما في نفس المستوى بتاع الذكاء بتاعك، فتقوم تكسر حالك وتفك. وهم نفس الحكاية دي ممكن تقوم بتحصل الآن بالنسبة لنا، إنه في ناس بيجوا وبيقوموا بيقولوا إن يا أخي الناس دي ما قادرين يفهموا ما قادرين يعملوا أي حاجة، فيلا باي خارج يمشوا. فدي برضو واحدة من النظريات العلمية. حتى الآن في نظرية تانية بتقول إنه يا أخي بالنسبة للحياة في الكرة دي هي اتطورت، فممكن يكون باقي الكواكب ما حصلت لها نفس الحياة وما اتطوروا. فدي برضو عبارة عن نظرية تانية، في كمية بتاع النظريات بحالها، لكن حتى الآن الحاجة الأساسية والحاجة اللي بنعرفها إنه إحنا ما عارفين هل في حياة برا الكرة الأرضية ولا لا. في حاجات كثيرة حصلت وفي حاجات كثيرة حتحصل لقدام،
لكن في اللحظة دي والآن عام 2019 ما فينا لا عارفة بالتأكيد هل في حياة أو ما في حياة بالبراهين. شكرا جزيلا.